ممكن نستخدم في معرفة نوعية من البرمجيات. ممكن نستخدم حاجة اسمها ال HTML Editor زي كذا، مثل هذا البرنامج اللي اسمه الأوتو. مثلا لما ننشئ ملف زي برنامج نعمل نيو فايل ونخزن صيغة ملف هذا بال HTML، مثلا نعمل تيست زي كذا. هذا الإديتور يساعدك في كتابة الستراكشر تبع ال HTML بدل ما تستغرق وقت طويل جدا في كتابة الستراكشر، هذا يساعدك بشكل مثلا ممكن تكتب مباشرة HTML اوكي مباشرة تعمل تاب تاب هو يعمل لك الستراكشر لحاله. لاحظ هنا بيسوي لك المين كومبوننت، المين كومبوننت او المين إليمنت. وقلنا انه لغة ال HTML هي مجموعة من التاجات، كل تاج مش عارف اذا كان خط واضح ولا لا. الآن بالنسبة لل الاليمنت الأساسية لل HTML، وانا أول حاجة تبدأ بحاجة اسمها الدوت تايب. الدوت تايب ايش يسوي؟ البكود حاليا لل HTML قلنا لل HTML لل HTML 5 معناتها اوكي؟ بعدها لغة ال HTML تبدأ بالتاج الأساسي لل HTML والأوبن تاج والأغلب في ال HTML 3. بعدها معنا مجموعة بين معنا الهيد تاج الهيد ومعنا البطن. أي شيء من كومبوننتس من إليمنتس نجي نضيفها تظهر على صفحة العرض أو الويب بيج تكون داخل البطن. كل التاجات الموجودة داخل الهيد هذه ما تظهرش حقها الكونتنت أو المحتوى حقها ما تظهرش في صفحة العرض. التاجات الأساسية تكون بالنسبة للميتا أنا حاجة اسمها الكارسل. وقلنا كارسل بالاستخدام استخدام كارسل عشان ايش؟ تعرف على اللغة عشان ايش؟ ايش معنى؟ ايش معنى؟ UTF قلنا انه كل حرف يعود داخل اللغة عشان يكون البروزر هذا بتعرف على اللغة المستخدمة او الكودينج تايب اللي هي هذه عبارة عن اللغة العالمية Universal Transformations فورمات. بعد كده في معنى نتيجة لما نعطي الصفحة الآن عشان نشوف المحتوى حق الصفحة هذه ممكن نفتح أي ويب بروزر. نفتح الويب بروزر نحدد بين الباب فين الملف هذا القصة نفعل على الملف الأساسي الفايل. كان اسمه ملف HTML هذا ملف HTML نقصه شو هذا الملف ممكن ننشئ ملف جديد في هذا الموبيلات نسمي أي اسم نسمي مثلا توس تو توات الشيء ملف زعت الموبيلات اوكي شايف قلنا عشان ال HTML عشان نعرض الملف هذا بالضبط توس تو محتوى التاج تبع البادي والإليمنت تبع البادي لسه ما فيها شيء حاجة. ممكن قلنا تعاملنا مع الكثير من التاجات مع ثلاث تاج زي البي مباشرة عمل البي مع التاب. الآن بنشأ الإليمنتس تبع البي عشان نضيف أي باراجراف اكتب الكلام مثلا هلو
ماشي اوكي نعمل خزن المحتوى وعلى نعمل ريفريش للصفحه تظهر الرساله المطلوبه. اخذنا كمان مجموعه من التاجات، تاج زي مثلا زي الهيدنج، الهيدنج كنا معنا من اتش 1 الى اتش 6، مثلا نعمل اتش 1 اتش 1 اللي يمكن نرجع لورا هذه مرات عشان نعرف ايش الفرق بينهم. H2 H3 خزين الكلاس وعشان نشوف العرض عمل رفيش للصفحة والتاريخ قد يمر فرنت فيوز اوف الهيلينج اتش 1 قلنا اللي عباد جاء عندنا اكبر خمس عمل العرض الاتش 4 اللي هي نفس الخط الاساسي اللي في فتح مستيفا في البروزر فهذا اعطينا الخط من الاتش 1 للاتش 3 يكون اكبر ومن الاتش 5 والاتش 6 يكون سمولر ذان الديفولت فاليو. طيب في معنا مجموعه عشان ما نتاخرش بس الكتابات بس اوريكم ايش الفرق بين الايديتور وحاجه اسمها قلنا حاجه اسمها ويزنج اللي هي وات يو رايت از وات يو جيت. في معنا برنامج في معنا كثير من الابلكيشنز او من الفريم ووركس مثلا زي في معنا برنامج اسمه سيمانكي في معنا تو وي في معنا برامج كثيره جدا ممكن تشتغل مع ويندوز في شبيهه تقنيه تشتغل على ويندوز كمان على بيئه البلاتفورم ويندوز بلاتفورم او على لينكس على حسب البلاتفورم اللي تشتغل عليه. مثلا شوف هذا سيمانكي ايش الفرق بين الايديتور و what you write is what you get. لما نشوف مع هذه مثلا ممكن الان ننشئ صفحه جديده نعمل نيو فايل ونعطي اسم للملف تبعنا هذا نعطي اي اسم مثلا نعطي اسم تيست 4 اوكي نخزن الملف هذا تيست اتش ام ال نخزن الدوكيمنت بالاسم هذا نعمل سيف الان عشان نستخدم الهيدنج مباشرة نختار مثلا فين الهيدنج نكتب هنا الرسالة مباشرة هلو هذا اللي اتش 1 ما ارجع نكتب التاجات نكتب فقط لا غير هنا اللي بتكتب على الشاشة اللي بتكتب على الفريم ورك هذا بيظهر مباشرة نفسه مع الكود تبع الاسم خاص فيه داخل الصفحة نشوف الكلام هذا كيف نعمل سيف نيجي نفتح الصفحة من هنا اللي كان اسمها نعملها فايل اوبن الدوكيومنت HTML 4 كان اسمه صح؟ تست 4 اسمه؟ تست 4 هذا كان اسمه عرفان؟ هذه الكلمة الموجودة نرجع بس كمان على الإيديتور تبعنا ممكن نضيف أي نص مجرد ما نعمل ممكن نضيف ايش نضيف صورة أخذنا النص ممكن نضيف صورة معينة نعمل نختار الملف قلنا بالنسبه للصوره كتاج في عندنا خصائص او الاتريبيوت بروبرتيز ريكوايرد في عندنا اوبشنز بالنسبه للريكوايرد المفروض انها تكون موجوده في معنى الاس ار سي في معنى الالت بالنسبه للاوبشنال معنى زي الوايد زي الهايت الاضافيه خلينا نشوف الان مثلا نضيف اي صوره خلينا نضيف الصوره هذه اوكي ربنا هنا بالنسبة لخاصية الالت اللي نكتبها نكتب ايش وظيفات الالت بروبرتي او الاتريبيوت ايش اسوي؟ توثيق الصورة الصورة هذه ما ظهرتش
تظهر لنا تحت الصوره هذه محل الصوره الكلام اللي انت دخلت الخاصيه تقعد. كمان هذا تستخدم خاصيه بالنسبه للناس بالاجهزه عشان الناس اللي عندهم ديسبيليتيز اللي ما عندهم بعدش يشوف عنده في مشكله في الرؤيه ممكن هذه النص الديفايس هذا ممكن يقرا الكلام هذا على اساس يعرضه لصاحب الديفايس مستخدم الديفايس. اوكي ذس اكتب بليز كابشن تنزل الصوره. اوكي الان لما سيف الصوره الان هذه الصوره اللي بعد بتعرض نعمل ريلود للصوره هذه الصوره الان هذه الصوره عشان نشوف كمان السوري سوري الناس ما عارفه ممكن نشوف الان السورس اللي انكتب نشوف السورس اللي انكتب هذا هو الهيد معتنا الميتا الكلام اللي كتبناه هذا بالنسبه للهيدنج بالنسبه للصوره هو يولد النص بشكل تلقائي. فهذه البرمجيات في الفريم ووركس هذه تساعدنا بشكل كبير جدا في عمليه تطوير وكتابه البرمجيات المستخدمه على اساس لما تستخدم العربات العاديه ممكن تاخذ وقت كبير جدا بس عمليه التنسيق عمليه الكتابه هذه البرمجيات تساعدك بشكل كبير جدا كيف تبني حقك الويب بيج. اخذنا كثير بنظره المجموعه من الامثله اللي ناقشناها في الدرس الماضي. نرجع لل الاوتومز اللي ترسل معنا اخذنا كمان مجموعة امثلة اخذنا بالنسبة لي الايميج اخذنا بالنسبة للايميج معنا الخواص الاساسية الاتربيت الاساسية بالنسبة للايميج معنا قلنا زي ايش الاس ار سي ايش معنى الاس ار سي اللي نحدد فين موقع الصورة بالاضافة الى خاصيات الان كمان بالنسبة اذا عرضنا مثل الملف هذا بالنسبة لي لاحظ الان الصوره هذه بمساحات معينه بتعرض الصوره هذه بناء على الحجم الطبيعي حقها حسب الابعاد طول العرض ماشي نتحكم كمان خاصيه طول العرض ممكن نعدل كمان على الكود هذا ونضيف التخصصيات اللي هي عباره عن الهايت الصورة شوفنا الأبعاد تغيرت بحسب الأبعاد المعطاة. كما أخذنا بالنسبة للتاج بي آر فريكينج عبارة عن تغيير الصدر الجديد عشان نشوف الكلام هذا عشان نشوف نشيل نشوف العرض السابق الآن هنا في نهاية السطر في انتقال السطر الجديد ممكن إذا أخذنا هذا البي آر برجع النص كله عباره عن سطر واحد. بغض النظر الان ما كتبنا الكود موجود هنا كانه على شكل سطرين بس قلنا بالنسبه للاتش تي ام ال ما يدعمش حاجه اسمها السبيسنج ما يدعمش حاجه اسمها الريكينج لاين الا عن طريق التاج اللي بنضيفه الاليمنت المخصصه لهذا الغرض. لو عرضنا الصوره الان السطرين الموجودين هذول على شكل سطر واحد كلام هذا من بدايه السطر هنا. ترجع بعد بشكل سطر واحد. اوكي. اخذنا كمان بالنسبه لي اللينك قلنا في معنى شو وظيفه اللينك كيف نعمل رابط شعبي من تكست ممكن نستخدم اللينك هذا عباره عن لينك داخلي او لينك خارجي لينك داخلي معناته الانترنال لينكس كيف نعمل نص هذا النص كيف نعمل النص هذا بحيث انه النص هذا بيكون عباره عن رابط شعبي لملف او اليمنت الملف موجود داخل الجهاز او داخل المحتوى داخل الموقع تبعنا. اوكي بس ممكن كمان نعمله عباره عن لينك ل اكسترنال لينك او لرابط خارجي. مثلا النت شغل النت شغال. شغال. نشوف اول حاجه بالنسبه للينك شوي عرضنا الملف ذا. هذا الان هذا العرض طبعا سوري. هذا الان بيعرضنا على ملف، اذا الملف مش موجود بيطلع لنا فايل اسمه فايند. هذا الان بالنسبه للمؤشر يشير الى ملف اخر اسمه منيو دوت اتش تي ام ال اللي هو الملف موجود هذا المنيو دوت
هذا الشيء الملف هذا. اوكي اذا رجعنا الملف نصور مش نعمل ربط شعبي ل external link. اسم الشبكة معكم هذا هذا تيبي لينك تيبي لينك هذي مش معنى لأنه هذا أمريكي. الآن عسير نعمل نغير الرابط هذا إلى رابط خارجي إذا شين مثلا صفحة الفيسبوك أو جوجل دوت كوم كيف نغيرها هنا فقط غير اكتب الرابط. البث. HTTP / جوجل دوت كوم. جوجل دوت كوم. الآن بالوضع الحالي هذه كمان نغير كتابة كتابة الرابط إذا تحب. يكون بس ذات دلالة جوجل. الآن كلمة جوجل هذه بتظهر على شكل رابط تشعبي. أوكي. هذه. هذا جوجل. الآن بس الصفحة غير موجودة عندنا شنت بطلع لها. بس لما الانترنت موجودة ممكن نصفحات كمان ممكن كيف نستخدم كمان الصورة عبارة عن رابط كيف نستخدم الصورة عبارة عن رابط بدل الكلمة هنا بدل الرابط بدل كلمة جوجل نحن نضيف صورة الآن نضيف صورة بس تكون نطلع الصورة هذه تسوي اللي عبارة عن إيميج SRC أو ممكن نأخذ الرابط تبع اللينك السابق هذا فين الإيميج الصورة هذه الأجنة أصبحت عبارة عن لينك بدل كلمة جوجل يعني لو ضغطت على الصورة هذه بتفتح لنا الآن افتراض بدل ما شغال بتفتح لنا الجوجل صفحة جوجل دوت كوم أوكي كمان ممكن نعمل الرابط على شكل إيميل الرابط على شكل إيميل عن طريق البطاقة المستخدمة اللي عبارة عن ميل تو سيمي كولون اسم البريد الإلكتروني أوكي الكلمة هذه كونتاكت أس تتحول إلى رابط تشعبي الآن مجرد الضغط عليها بتفتح لنا البرنامج حسب البروزر ايش يدعم البرنامج الخاص بالبريد الالكتروني شوف الان كونتاكت اس بس احنا تبع تندر بيرد عشان نرسل رسالات حدثنا الرساله من المين المرسل مكتوب الرساله الى اخره تتصل رسالة البريد الالكتروني اوكي Gracias.
الان الصوره هذه ممكن نضغط عليها تفتح هنا موقع جوجل دوت كوم.